بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. انا جايلكم النهارده في فيديو، هو مش سعيد خالص. جايلكم في فيديو الاب والابن اللي عملوا حادثه علشان ماتش الزمالك والاهلي. طب يعني انا عايزه بس اسال سؤال، يعني احنا هنستفاد ايه؟ هنستفاد ايه ان اب ياخد ابنه هو لسه زهرة صغيرة كده ويروحوا الماتش ويحصل حادثة ويموتوا علشان خاطر الأهلي ولا علشان خاطر الزمالك؟ أنا لسه منزلة فيديو عن الفرحة وفوز الأهلي، أنا ما كنتش أعرف الخبر ده، ولما عرفته نزلت بيه علشان أنا من كتر زعلي مش عارفة أعمل إيه، فنزلت في فيديو. يعني هحط لكم صورة الطفل، ما شاء الله ما شاء الله، والاب شكل التيشيرت، يعني الصوره دي من ماتش قديم، وهو ما كانش لسه وصل الماتش اللي هو بتاع امبارح بتاع الاهلي والزمالك. معنى كده ان هو واخد ابنه ورايح جاي على الماتشات، احنا هنستفاد ايه؟ والتعصب بين الاهلي والزمالك هنستفاد منه ايه؟ طب ما برضك يعني ايه، كل واحد يشجع ويحب كل حاجة، يعني كل واحد له حاجة بيحبها، بيحبها بالعقل ما يحبش بالهبل. ليه يعني الواحد برضو ضغوط الدنيا وكده عايزة ان انت برضو تحبي هواية وتشجعي وتروحي وتيجي، بس بالعقل. اهو التهور، يعني هو اكيد كان ماشيين بسرعة علشان يلحقوا الماتش، الحماس واخدهم مش واخدين بالهم، فتروح في لحظه زي دي كده طفل بابا بيقوله في الانعاش واخت الراجل توفت، ده كله علشان رايحين ماتش. يعني اللي بيزعل ان هي حاجه يعني هايفه، راحوا في حاجه هايفه. طيب نقعد في بيتنا ومحترمين ونتفرج برضك على الماتش، نشجع بهدوء، ما نتعصبش، ما نبقاش قاعدين في قاعده مع ناس ده بيتخانق مع ده عشان اهلي، وده بيتخانق مع ده عشان زمالك، ده بيذل ده، ده كله ليه؟ وبنستفاد ايه؟ يعني كل واحد بس كده يقول لي في كومنت او اي حاجه ايه الافاده من كده. انا بحب مثلا مسلسلات، بس لو في يوم ما شفتوش مش هموت، يعني مش هموت، لو حلقة وقعت مني مش هيجرى حاجة. لو مثلا اتفرجت وحد جه كلمك في عن حاجة، اتلهيت عن الماتش شوية وبعدين رجعت له تاني عرفت النتيجة او حاجة، مش هيحصل حاجة، مش هتقعد منعزل قدام الماتش وخلاص دماغك مش معاك. ليه؟ هو يعني الموت والوفاء بيد ربنا طبعا، وده قدر ومحدش يقدر يغيره وهو مكتوب كده، بس ربنا بيقولك ما ترميش نفسك في التهلكة. ما انتوا عارفين يعني عند الاستاد زحمة والحشد وكم مشكلة وكم حادثة بسبب الموضوع ده والتجمع. ليه ليه؟ الله يرحمه ويصبر اهله، وحاولوا تحافظوا على اولادكم، و يعني ما نبقاش متعصبين قوي، وربنا بقى يكون في عون اهله ويصبرهم. مع السلامه.